الذي يدير هذا اللقاء. روني كوستينا هو الحكم المساعد الأول. عبد الحنان هو الحكم المساعد الثاني. بينما يجلس العراقي علي صباح أمام السد في ثلاثة أو أمام العين مرتين وأمام السد في ثلاث مرات. كرة محاولة مرور دخول إلى منطقة الجزاء. سقوط في أرضية الملعب. مطالبة بركلة جزاء. اللاعب اللي هو يبدو عبد الفتاح عسيري هذه الكرة هذه المحاولة. وهنا القرار والحديث ربما عن عملية تمويه. الحديث ربما عن عملية تمويه. هذه الكرة هي ما فيها تمويه. لكن نعود، هل كان هنالك اصطدام أو لا؟ هل كان هنالك اصطدام أو لا؟ الواضح أن يبدو بأن هنالك اصطدام، لكن حكم المباراة يتحدث إلى عبد الفتاح عسيري أو في عام 93 فيروز كريمي. فيروز كريمي إذن مواطنه الآخر. والحديث كرة محاولة الانتقال خارج أرضية الملعب الآن. العبيد هو أبرز الأسماء التي تغيب عن تشكيلة النصر. تأهل النصر طبعا إلى الدور الثاني. كرة عموما نصراوية الآن داخل منطقة الجزاء. مرور بشكل مثالي جدا. عرضية المحاولات الماضية لا زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء لمصلحة النصر. الغنام من جديد بكل تأكيد يحمل الغنائم والخبر الأكيد. هذه الكرة شوف المرور شوف المهارة. يا سلام يا سلام يا سلام. بعد ذلك الالتحام والسقوط في أرضية الملعب. والقرار يأتي من محمد تقي. القرار يأتي من محمد تقي بوجود ركلة جزاء يحتسبها على بشار رسم. هذه المحاولة هنا المسك من بشار رسم على خالد الغنام. وبرافو خالد أيضا تعامل بذكاء كبير جدا. عبد الرزاق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عبد الرزاق زوحو هدف مقابل لا شيء. كرة محاولة تقدم من الجهات اليسرى لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد في اللقطة الماضية. سيطرة عن طريق عوض خميس. سقوط في أرضية الملعب. حكم يشير باستمرارية اللعب. لا وجود للخطأ. تعود المحاولة من جديد. راسية تأتي. التميز دائما من الكرات الرأسية. والرأسية الماضية جاءت عن طريق محمد أنصاري أو مهدي. هذا مهدي عبدي هو من يضع الكرة في المرمى ويسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الأزهر. هذه الكرة هنا السقوط من عوض خميس. هنا المطالبة بركلة جزاء. أعتقد شخصيا بأن مثل هذه الكرات ومثل هذا السقوط لن يكون حاضرا بركلة جزاء. لا أعتقد ذلك. هذه الكرة هذه المحاولة الرأسية الماضية. مهدي عبدي يضع كرة في المرمى ويسجل هدف التعادل. مميزين في الكرات الرأسية. وبالتالي كان مهم جدا أن يكون بعين الاعتبار التعامل مع مثل هذه الكرات. بالنسبة خطأ يأتي تسديدة بشكل مباشر جدا على العارضة إلى خارج أرضية الملعب بأقدام الأرجنتيني مارتينيز. تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان. وسجل في هذا المرمى في مرمى سبهان. يضع الكرة الأولى. اصطدمت في
بيد المدافع الإيراني، لذلك تأتي مطالبات نادي النصر بالعودة إلى تقنية الفيديو. نذكر دائما هنا المحاولة الماضية، السلام يا سلام، ملعوبة بشكل مثالي جدا، يضعها عبد الرزاق بالقدم اليمنى العارضة تكتسي اللون الأحمر. والوضعية التي سيستمر من خلالها النصر في المنافسات الدوري الإيراني أيضا هو الآخر مستمر، وبالتالي لن يتأثر بطل الغرب في انتظار بطل الشرق. هذه الكرة إلى نهاية يبدو فيها بيرسبولس أيضا قريبا من إحراز اللقب، بعد ما استعاد توازنه مع المدرب محمد. الكرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا، حلوة الكرة والمحاولات الماضية، لمسة بشكل مثالي جدا، البحث عن العرضية، تأتي العرضية داخل منطقة الجزاء، حمد الله استلام وتسديدة خطيرة، هو من لعبها تحولت إلى خارج أرضية. شوف الاستلام عنيف جدا، عنيف جدا على مستوى الاستلام والتسديد بالقدم اليمنى، والكرة إلى خارج أرضية. ومن ننتظر محاولة من مارتينيز، ملعوبة داخل منطقة الجزاء من حمد الله إلى خارج أرضية الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، تدخل كل أسئلة محاولة مستمرة والخطورة قائمة، محاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا لنادي بيرسبوليس الإيراني والتعادل الإيجابي بهدف في هدف. محاولة لنادي النصر ملعوبة وصلت إلى مارتينيز، مارتينيز تسديدة قوية لكن أيضا إلى خارج أرضية ملعب ركن. الفريق الإيراني الآن بدأ تدريجيا نلاحظ أنه يطمع في المواجهة، يشعر بأن التعب بدأ ينال من لاعبين النصر وبالتالي يمتلك فرصة، لكن هنا المحاولة الآن، هنا المحاولة الآن، بانتظار صافرة محمد تقي، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس معها يطلق محمد تقي، نهاية أحداث المواجهة في 90 دقيقة. مستوى الأندية الآسيوية في أبطال الدوري عام 97 وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم بعد ذلك في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2015 كرة بمحاولة نصراوية وتسديدة. هذه التبديلات خلال الفترة من بعد الأول. أنذر في الشوط الثاني والآن هنا التدخل والبطاقة الصفراء الثانية مستحقة. شوط المباراة الإضافي الأول في دقيقة وحيدة متبقية بعشرة لاعبين، كرة تسديدة قوية جدا والتصدي يأتي من حارس المرمى حامية، أول تهديد بعد حالة الطرد، معنويا أمر مهم جدا بالنسبة شعور بأن التفوق العددي ممكن أن يجعل النصر متفوقا في أرضية الملعب. هذه التسديدة بالقدم اليسرى قوية 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 من أيمن يحيى لأي سبب من الأسباب، عموما حسين كنعاني الآن والركلة الترجيحية الأولى وتسجل كنعاني، إذن يسجل الركلة الترجيحية الأولى لعبد الله محمد مادو، مادو يسجل، يا سلام عليك يا سلام مادو، سيماك نعمتي هو اللي راح ينفذ الترجيحية الثانية، وحارس المرمى حامد لاكو يا سلام يسجل مارتينيز، راد جونز، جونز يقترب، جونز يقترب، ميلاد يسجل، ميلاد صار لك يسجل. بالنسبة لنادي النصر البديل العباد يضع في المرمى، عبد الرحمن العباد يعود، وبراد جونز في المرمى، زاد 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 يسجل، زاد يسجل، ما يكون الان في مواجهة حامد لك، حامد لك، حامد لك يتصدى حامد لك لكرة البرازيلي مايكل، يتصدى حامد لك لكرة مايكل، هذه الكرة لحظة التنفيذ، الوضعية لبيرسبوليس، براد 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 يسجل.